مشاهدينا الافاضل حياكم الله ونلتقيكم في هذه اللقاءات التي نجريها معكم عبر عدسه كاميرا قناه عدن الفضائيه. وبمناسبه اليوم العالمي للطفل الذي يحتفى به عالميا في 20 من شهر نوفمبر من كل عام، فبرعايه مؤسسه امل عدن لتنميه المجتمع تنفذ مبادره انامي الخير الشبابيه الحفل الختامي لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وبالتعاون مع مؤسسه رموز التنمويه للصم وذوي الاحتياجات الخاصه. فمشاهدينا الافاضل، اليوم العالمي للطفل تم تحديد هذا اليوم العالمي لاول مره، كان ذلك في عام 1954 ميلادي، اذ يتم الاحتفاء به في يوم 20 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز التعاون الدولي والتوعيه بالاطفال في جميع انحاء العالم وتحسين رفاهيه الاطفال. اذ تبنت الجمعيه العموميه للامم المتحده اعلان حقوق الطفل، كان ذلك عام 1959. فيهدف اليوم العالمي للطفل لتوفير بيئة يكون فيها جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس وآمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وكذا أيضا أحلامهم. فالأطفال هم بنات المستقبل والروح الجميلة التي تملأ مجتمعاتنا، فنحن إذ نضع المسؤولية النهوض بالوطن على عاتق أطفالنا الذين يسعون بأفكارهم النيرة إلى جعل العالم أكثر وقارا وهيبة. إذن أيها السادة الكرام، لا نطيل عليكم الحديث، فتعالوا بنا وإياكم نتابع مجريات هذه اللقاءات الميدانية حول إقامة هذا الحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي جميعنا يجب أن نكون أن نهتم بهذه الشريحة بالذات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن نقدم لهم كل الدعم وأيضا أن نكون إلى جانبهم ونهتم بهم، فهم من شرائح هذا المجتمع، وهم أيضا الأطفال يحبون الحياة. أيضا الطفل عندما نهتم به فهو يعمل على تنمية مداركه. إذن أيها السادة الكرام، تعالوا وإياكم تعالوا بنا نتابع إياكم مجريات هذه اللقاءات الميدانية. مشاهدينا الكرام، ضمن اللقاءات الميدانية معنا رئيس مؤسسة أمل عدن، والذي يقيمون هذه الاحتفائية الحفل الختامية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل. معنا الأستاذ ياسين المجعلي رئيس المؤسسة. أستاذ ياسين، نحن نتحدث حول إقامتكم لهذه الفعالية وهي الحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل الذي صادف 20 من شهر نوفمبر من كل عام. ما الأهمية الاحتفال بهذه المناسبة، كونكم أنتم من أقمتموها هذه الاحتفائية للحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه الشريحة بالذات؟ والله نشكركم على حضوركم معنا هذا الحفل، و والله حاولنا أن نخلق الفرحة في هذه الفئة الذي هي نقول أنها مهمشة في هذا المجتمع، وإن شاء الله يهتمون بهم ويقدمون لهم كافة الدعم، أن تطالبوا أيضا الجهات الأخرى الاهتمام بهذه الشريحة. أكيد هذه شريحة مهمة، مثلهم مثل أي طفل آخر في المجتمع، شريحة من حقهم التعليم، من حقهم اللعب، من حقهم الاهتمام بهم، ونحن الكبار يجب أن نهتم بهم. أكيد هذا ما نتمناه في من المجتمع أن يتعايش مع هذه الشريحة. إن شاء الله. إذن نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولإقامتكم لمثل هذه الأعمال الخيرة حقيقة لمبادرة أنامي الخير الشبابية. كذلك أيضا نتمنى لمؤسستكم أن كل النجاح وكل الازدهار. نشاطات أخرى لهذه المؤسسة غير هذه أيضا لحفلكم الختامي، ماذا عنها؟ والله في غير هذا الاحتفال في معنا دخلنا في مسابقات ثقافية في بين المدارس، مشروع في دعمنا مبادرات في بين معلا والتواهي في المدارس، أي مسابقات تحفيزية ثقافية، وعملنا في دار سعد برضه استعادة إلى المدرسة طلاب، عدة برامج ضمن الخطة التي ضمن الأهداف التي تدعم الشباب في المؤسسة.
نعم ان شاء الله. اذا جميع اهدافكم اهداف المؤسسه هي يعني اهداف نيره حقيقه تصب في لصالح المجتمع ولجميع ابناء العاصمه عدن. شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الصحه والعافيه ولجهودكم التي تبذل في مؤسسه امل عدن. بالفعل اسم على مسمى. ونتمنى حقيقه لجميع ابناء عدن الحفاظ على هذه المدينه مدينه عدن التي تحب الجميع دون استثناء. شكرا جزيلا لكم وبركات جهودكم. شكرا. مشاهدينا لازلنا وإياكم ومع هذه اللقاءات الميدانية التي نجريها لكم. معنا الأخ، نتعرف عليه. زي صالح محسن، مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة ومخيمات نزوح في جهاز محل أمية في وزارة التربية والتعليم. أستاذ زيد، أنتم تشاركون بهذه المناسبة بهذه الاحتفائية ألا وهو الحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنفذ الذي يقام برعاية مؤسسة أمل عدن لتنمية المجتمع. ما الأهمية المثلى لمثل إقامة هذه الاحتفالات خاصة لهذه الشريحة بالذات لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهذه الشريحة؟ هذه الشريحة هامة، يجب دمجها في المجتمع. وإحنا من خلال جهاز محو الأمية فتحنا فصول في كثير من الجمعيات في عدن ومن ضمنها مؤسسة أمل، وفتحنا كمان في مخيمات النزوح في لحج وأبين، والآن بصدد فتح في مخيمات النزوح في عدن. وإحنا في جهاز محل أمية نوفر لهم المعلمة والكتاب، ومن خلال برنامجكم هذا ندعو جميع المنظمات اللي لها علاقة بهذا أن تساعدنا توفير بعض الاحتياجات منها. مثلا عندنا في جهاز محل أمية نحن نعاني من نقص في جزء من الكتاب السنة الأولى، ونعاني بتوفير خيام للنازحين في ذوي الاحتياجات الخاصة الدراسية، ويساعدونا كمان بالحقيبة المدرسية إن أمكن. هذا الذي نتمنى حقيقة أن يكونون إلى سندكم إلى جانبكم، أيضا الجهات الأخرى الجهات المختصة. الجهات المختصة واقفة معنا من خلال توفير العقود وجزء من الكتاب، والعملية اللوجستية توفرها لنا لإدارة وزارة التربية وفي جهاز محل الأمية. عمل تكاملي يجبنا. طبعا هو عمل تكاملي وعملنا نحن مع هذه الشريحة. مهم جدا، ويعطيكم الصحة والعافية وبركة هذه الجهود من أجل الاهتمام بالدرجة الأساسية لهذه الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجها مع المجتمع، مع جميع الأطفال وجميع يعني سواء كان أطفال سواء كانوا أطفال أو غير أطفال، فهم بحاجة للاهتمام والرعاية من قبلنا. طبعا هم تعرف وضع البلد الحالي، وضع اقتصادي سيئة، ولا طبعا يجب الاهتمام بهم. ومن خلال ايضا نفسي خلال الحرب ظهرت شريحة جديدة من المعاقين الان ذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال والكبار، ولهذا يجب ان تتضافر كل الجهود المجتمعية والحكومية والاقليمية بمساعدتنا في حل هذه المعضلة الموجودة الان امامنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، لازلنا وياكم نجري هذه اللقاءات الميدانية. نتعرف على الأخت، اسمك؟ سمرة محمد. أنت تشاركين اليوم في هذه الفعالية في هذا اليوم الحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني الاهتمام بهذه الشريحة ما الذي يمثله للجميع؟ ما الذي يمثله الاحتفاء بهذا اليوم؟ الكل يمثله إن شاء الله، كل من يدعم هذا الأشياء وهذا الأطفال اللي هم محتاجين لهذا الشيء يكونوا داعمين لهم بشكل كبير وينظروا لهم بعين الاعتبار في المجتمع كافة إن شاء الله. أنت مدرسة صح؟ أيوة. طيب يعني الأطفال مثل هذه الشريحة يجب دمجهم مع الأطفال الأسوياء. أيوة، لازم يكون هم سواسية فينا بعض. أيوة، في اللعب، في التعليم، في كل حاجة إن شاء الله. والاهتمام بهم أن يكون كمان أن نهتم بهم. أكيد إن شاء الله لازم نهتم بهم زي الطفل العادي في المجتمع، من تعليم، من دراسة، من لعب، من اهتمام بكل شيء ما هو يحتاجه هذا الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن شكرا جزيلا. معنا الأخت أيضا، تعرف عليه. ريحان فيصل محمد. أهلا ومرحبا بك، أنت تشاركين اليوم في هذا اليوم، ما الذي يعنيه لكم مشاركتكم للاحتفاء بهذا اليوم؟ يعني لنا الكثير هذه اليوم بالذات، لأن احنا شريحة
شبه معدومة، يعني ما فيش أنه أحد يهتم لنا لا من صوم ولا من توحد ولا من أي فئة من الفئات. نحن محتاجين دعم كبير بصراحة. أنا كأم للطفل ذوي احتياج خاص ومدرسة بنفس الوقت، أتمنى أنه ابني يكون زيه زي أي طلاب بقية الطلاب الأسوياء، لأنه هذا الشيء أنا كمان يوقعني كأم لما أشل ابني ووديه مدرسة خاصة أو مدرسة حكومية، يعطيك طفلك يقول لك هذا الطفل مش عندنا، أو خديه روحي مراكز خاصة. إلى متى نحن بنجلس بمراكز خاصة؟ كمان المراكز محتاجة مصاريف، محتاجة مبالغ مالية كبيرة. نحن نتمنى من الدعم الكبير لنا ولأطفالنا، مش بس تعليم، من تعليم من ألعاب، كأنه سواسية بيننا وبين أطفال البقية. نعم، أن يكونوا أيضا يعني مندمجين مع يعني الطلاب العادي المدارس في المدارس الحكومية أيضا. أكيد، يعني أنا ما أتوقفش أنه ابني بس يمشي تأهيل، الشيء ابني يكون صف أول وثاني وثالث زيه زي بقية الأطفال. نعم. والطلاب. وإن شاء الله إن شاء الله في أمل كبير هذه السنة إن شاء الله، نحن متأملين والباقي على الله إن شاء الله. إذن هذه دعوة أيضا إلى الجهات المختصة، إلى الجهات الحكومية أن تهتم جيدا بهؤلاء بهذه الشريحة بالذات، شريحة الأطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، يولوهم جل اهتمامهم، وذلك لأن الطفل من حقه التعليم، من حقه أيضا أن يلعب، أن يحيا حياة حرة، يعني مثله مثل بقية الأطفال أن يكون كذلك. نحن كأولياء أمر يعني يوقعني بصراحة أن أشوف ابني، أيوة نحن ما نشيش حد يشفق علينا ولا يرحمنا، من حق ابني أن يتعلم، من حقه أن يأخذ جميع حقوقه في بلده في وطنه، مثل زي بقية الأطفال الآخرين في جميع بلدان العالم. وإن شاء الله أملنا إن شاء الله هذه السنة يكون خير إن شاء الله، نتفائل ونحن متفائلين إن شاء الله. فهناك آذان صاغية إن شاء الله ستكون للاهتمام بهذه الشريحة المهمة، شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطائهم كل الاهتمام والرعاية، وأن يكون عونا وسندا لهذه الشريحة بالذات للأطفال. شكرا جزيلا مشاهدينا، لازلنا وإياكم أيضا ومع هذه اللقاءات الميدانية لشرائح عدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا للصم والبكم وغيرهم ممن يحتاجون منا جميعا الاهتمام والرعاية لهذه الشرائح والاهتمام فيهم ودمجهم مع المجتمع. معنا الأخت، تعرف عليكم ترجمة الإشارة أريد أحمد عباس. أخت أريد، نعم الاسم اسمه؟ بجانبي العضو مؤسسة رموز محسن. مشاركتكم اليوم، ما هي مشاركتكم؟ يعني كيف تشاركون اليوم يعني فعالية؟ تسأل سبب مشاركة اليوم، بيقول اليوم نحن نشارك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ونحن وجينا لهنا سعداء وفرحين بهذه المشاركة في مؤسسة رموز، أن تحت لنا هذه الفرصة للمشاركة للاهتمام بالمعاقين جميعا والصم بصفة خاصة، ونحن نشارك قلب أغنية مترجمة بلغة الإشارة. ما الذي يطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمثل هذه يعني الشرائح؟ بقول لك احنا محتاجين الدعم، بقول لك انا خريج معلم متطوع من 8 سنوات ولم تتح لي التوظيف، ونتمنى من الحكومة انها تهتم وتساعد هذه الشريعة سواء شريعة الصوم، وتنظر لنا بعين الاهتمام. إذن مثل هذه الشرائح يجب الاهتمام بهم، وأيضا لهم مهارات، لهم عد يعني أن ننميها، لازم تنمية المهارات. نعم، يقول لك هناك كثير من المعاقين في العالم، نحن نشوف التطور والتقدم لهم، وإن شاء الله يكون لنا بالمثل الصوم سواسية مع أقرانهم العاديين. نعم. إذن شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، لازلنا نجري اللقاءات الميدانية معكم. معنا الأستاذ محمد قائد الشاعري، مدير صندوق المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ محمد، أنتم تشاركون في هذه الفعالية اليوم وذلك للحفل الختامي لليوم العالمي، أولا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر. ما الأهمية برأيكم لمثل هذه الفعاليات والاهتمام بهذه الشريحة بالذات لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين والصم والبكم وغيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتفال اليوم برعاية مؤسسة أمل لتنمية المجتمع
وتنفيذ من مبادرة أنامل الخير الشبابية بمناسبة اليوم العالمي للطفل. أنا سعيد اليوم للمشاركة في هذه الفعالية، ونحن كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين نعمل على الجاهدين على تلبية كل الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من دعم في المجالات التعليمية والصحية، حيث يقوم الصندوق بتقديم كل النفقات التشغيلية للجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 27 جمعية بإجمالي مبلغ 100 مليون سنويا، وأيضا توفير رواتب للعاملين في المدرسين وعاملين في الجمعيات والمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 333 عامل بإجمالي مبلغ 90 مليون سنويا. وأيضا يسعى الصندوق إلى تقديم رسوم دراسية للطلاب اللي يدرسون في خارج الجمعيات التي تقدم لها النفقات، وأيضا يولي اهتمام خاص لتوفير العلاجات وتوفير التدخل الجراحي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتكفل الصندوق بكل احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى في المجال التعليمي والصحي. ما الذي يطلب اليوم من يعني سواء كان الجهات الحكومية أو غير الحكومية للاهتمام بهذه الشرائح لذوي الاحتياجات الخاصة ولصم والبكم؟ نطلب من الجهات الرسمية على أساس مساعدة الصندوق في توريد الإيرادات الخاصة بصندوق رعاية تأهيل المعاقين حتى نتمكن من تأدية مهامنا على أكمل وجه وتوفير كل الاحتياجات ولوازم ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل تعليمية وأدوات صحية ومستلزمات علاجية إلى آخر من هذه الجانب. إذن نعطيكم الصحة والعافية وشكرا جزيلا لكم. كذلك أيضا أيها السادة الكرام، معنا من أولياء الأمور أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال الذي ينبغي على الجميع الاهتمام بهذه الشرائح وأيضا أن يوليهم جل اهتمامهم ورعايتهم. فمن حق الطفل أن يلعب، من حقه أن يتعلم، من حقه أن يكون مثل الأطفال الآخرين في كل شيء. معنا ولية الأمر، تعرف عليه وفاء. أني أم وفاء عدنان باخلقي. مشاركتك اليوم بهذه الفعالية ما هي الأهمية؟ والله أهمية للطفل يعني أن يتقف ويتعلم، والواجب هذا أهم شيء في حياتي أنه يقوم بهذا الشيء، أنهم أساسا أنهم يقوموا فيهم، أنه ما حد لا يهملهم، وإحنا الشيء أساسا اهتمام لهم الأساس. والله إنه لو في اهتمام لهم هم نفوسهم بينسعدوا أصلا. أيوة، لكن إذا ما فيش اهتمام الأسوأ بيد حرام يعني الأطفال وزيادة بالأشكال هذه. هم أحباب الله حقيقة وهم بنات الأوطان، فينبغي على الجميع أن يهتموا بهم. أكيد أكيد، والله حين الشيء الاهتمام الأساس، الاهتمام لهم يهتموا بهؤلاء الأطفال، فهؤلاء الأطفال مثلهم مثل غيرهم من الأطفال الأسوياء، يجب علينا مراعاتهم جيدا وأن نكون إلى جانبهم وأن نكون سندا إليهم. شكرا جزيلا. الله الله يحفظك، تسلموا تسلمي. الصحة والعافية لتربيتكم لهؤلاء هذه الشريحة بالذات، فعلى الجميع أن يكون إلى جانبكم إن شاء الله. الله يحفظكم وما تقصرون بإذن الله. جزاك الله خير. مشاهدينا معنا ايضا ولية امر، تعرف عليك اسمك؟ ام محمد عبد الملك. ام محمد، مشاركتك اليوم ما هي؟ يعني ما الاهميه التي تشاركي فيها اليوم؟ ليش؟ شارك لها من شان اولادنا المعاقين وشان تعليمهم انهم ماشي عندهم. كيف مستوى الاهتمام؟ تمام الحمد لله، دراسه تمام، يدرسوهم فهموا الحمد لله، كانوا ما فيش بيدرسوا لا شق. كل ما سقنا مدرسة رفضوا منهم، لكن هذه المدرسة ما شاء الله فهمتهم وفي نتيجة جابوا. لكن تطلبون أنتم أولياء الأمور من الجهات سواء كان حكومية أو غير حكومية، إيش تطلبوا منهم؟ اهتمام بالأولادنا بس. الأطفال. نعم. أيوة. فهم الشريحة الأكثر اهتماماً بهم. اهتمام الأطفال. إذا يعطيكم الصحة والعافية وربنا يجزيكم كل خير إن شاء الله. أنتم أولياء هؤلاء الأطفال الذي بحاجة لمثل هذا الاهتمام. شكراً لك. اهتمام ضروري. مشاهدينا لازلنا نجري اللقاءات الميدانية، نتعرف عليك عبد الكريم علي قاسم اسماعيل. نعم،
أخي عبد الكريم، أنتم تشاركون اليوم بهذه الفعالية حقيقة، ألا وهي الحفل الختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أهمية الاحتفال مثل هذه يعني الفعاليات والاهتمام أيضا الفعلي لمثل هذه الشرائح لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان المعاقين أو الصم والبكم وغيرهم. والله كان الاهتمام في الأطفال شيء جميل جدا فيهم، الاعتناء في الأطفال ذوي الإعاقات الخاصة، واللي الطفل يقد في تقدم ومستمر إن شاء الله، والاهتمام أكثر إن شاء الله يكون فيهم. أنتم أولياء أمور لديكم أطفال؟ أيوه. نعم، ذوي الإعاقات الخاصة. نعم. كيف شفتم مستوى الاهتمام؟ والله الاستعمال فيهم من ناحية التعليم جيد، أقول الاهتمام أكثر والاستمرار. ما الذي يطلب من جميع يعني أولياء الأمور يطلبونه من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية؟ والله الزيادة في الاجتهاد والاستمرار في تعليم الطفل حتى يحصل على أشياء تناسبه في المجتمع، وهذا شيء كثير. بالفعل، وأن ينزلوا إلى مثل هذه المراكز إلى هذه المدارس التي فيها مثل هذه الشرائح، أن ينظروا بأنفسهم لهؤلاء الأطفال، ففرحة الطفل عندما يكون مع زملائه مع الأطفال الآخرين الأسوياء. نعم، هذا من تعليمهم لا نحرمهم من يعني لعبهم، فالطفل يعني يحتاج من حقه أن يلعب، من حقه أن يتعلم. نعم، الطفل بالذات في هذه المرحلة إنه قد أشياء تناسبه وأشياء الاهتمام فيه أكثر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك. معنا أيضا من ضمن أولياء الأمور المتواجدين هنا في هذه الفعالية لأطفالهم، معنا نتعرف عليه أرزاق محمد. مشاركتكم اليوم ما الأهمية المثلى التي تحتلها؟ أن يهتموا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وشفتم يعني لديك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم. كيف يعني كيف الاهتمام فيهم؟ كيف شفتي الاهتمام فيهم؟ الاهتمام في غاية الروعة والأهمية بجد. يعني هناك أكيد أكيد، لأنه هذه الفئة من الأطفال بالذات محتاجة إلى رعاية خاصة. نعم. إذن كم عمره هذا ابنك صح؟ هذا ابن أخي. أيوه. كم عمره؟ عمره 8 سنوات. الاهتمام فيه؟ الاهتمام فيه اهتمام رائع جدا، تقدم ملحوظ في المستوى التعليمي، في المستوى الأخلاقي كذلك، تطور الإدراك، يعني الحمد لله. يعني إلى جانب مثل يعني المدارس، المراكز التي تهتم بهذه الشريحة، أيضا أولياء الأمور لهم أيضا الدور الكبير. نعم، يلعبوا الدور الكبير. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة والعافية. وإياك يا رب. يعني تحتاج بالذات للاهتمام والرعاية، فهم هؤلاء الأطفال هم من سيبنون أوطانهم، هم أيضا من حقهم أن يلعبوا، من حقهم أن يتعلموا، من حقهم أن يكون مثل بقية الأطفال الآخرين، صح ولا لا؟ نعم. شكرا جدا. معنا أيضا، تعرف عليك؟ أنا أم أيهم جلال محمد عبد الحميد. أم أيهم، برأيك مثل هذه الفعالية التي تقام، ما الذي ينبغي على الجهات أن تقوم بها بالذات؟ أيوة، نحن ما نشيش فعاليات وبس، صح ولا لا؟ لا نريد كلام، نريد فعل. لنا 6 سنين، أنا عن نفسي أتكلم، أنا ابني له 6 سنين يعاني من هذا الشيء، صح؟ ابني عنده طيف توحد، وهذا هو طيف، كيف لو كان توحد؟ يعني توحد تهملك قوي، طيف توحد فقدرش تعاملوا معه، حتى بالمدارس العادية، أنا رحت مدرسة النجاح، أنا وبدفع. بالمدارس الخاصة تقول لي لا أنا مشيش ابنك لأنه الأطفال الطبيعيين بيقلدونه، إيش شاف إنه رجل فضائي؟ لا، طفل طبيعي يتعامل معه، الآن ابني سنة ثالث بمدرسات في مؤسسة رموز، صح ولا لا؟ وندفع فلوس يعني، صح مؤسسة رموز ما قصرتش، وكانت بجمعية خور مكسر، لا تفهم لي؟ وفوق هذا كله تروح المدارس الحكومية. المدارس الحكومية ماذا عنها؟ مغلقة في أوقاه، نحن مغلقة، تقول لك ما تقدرش تتعامل مع الطفل زي كده. ليش؟ لان التربيه والتعليم ما هيأتش المدرس، ما عطنوش فكره عن طفل ذوي، حتى الطالب الطبيعي لازم يكون عنده فكره من ده، هذا الطفل طبيعي عادي ما عندهش حاجه، ها عادي يمكن يكون هذا متفوق احسن من غيره، عنده مواهب، عنده مواهب ولا لا؟ صح نكون احيانا عقليته صغيره بس يقدر يبدع، اذا كان ابني وصل الى ثالث معناته ايش؟ معناته في تطور، صح ولا لا؟ بس ايش تقولي؟ وزير التربية والتعليم أصدر قرار في 2017
يتم دمج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية. تقول لك المدرسة أنا ما أقدرش أتعامل معه. ليش؟ ما تقدرش تتعامل معه، حتى المدارس الخاصة يقول لك بتدفعي. إذا خلينا إحنا إيش؟ نمشي كذا على البركة. المدارس الحكومية هناك يجب أن يكون مدرسين معلمين ذات كفاءات عالية يتعاملوا مع مثل هذه الشرائح مثل هؤلاء الأطفال، أن يكونوا مع يدمجوهم مع الأطفال الأسوياء. ما عنديش المقدرة في التوظيف مثلا أصحاب الخبرة المدرسات، يتعاقدوا معهم. طيب فين دور الصندوق؟ أنا حتى لو هلا مدير الصندوق ولا لا؟ فين دور الصندوق؟ ما فيش دور لهذا الشيء. إذن هذه مناشدة من قبل أولياء الأمور بأن على الجهات أن تهتم بهؤلاء الشريحة بهذه الشريحة ودمجهم مع الأطفال الأسوياء بالمدارس الحكومية، أن يجب التفعيل نعم المدارس الحكومية. لأنه عشان الدمج هذا الطفل كل إعاقته بحاجة إلى دمج. يعني فين أفضل يندمج في المدرسة ولا يندمج في الشارع؟ بالفعل أن يكون مع زملائه. مع زملائه من نفس سنة، أما الشارع هذا وجود طفل زي كده في الشارع خطير. خطر عليه. مشاهدينا ما زلنا وياكم نجري اللقاءات الميدانية. تعرف عليك أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله العود مدير التنفيذي لشركة بيت اليسر التجارية. عبد الله أنتم تشاركون اليوم في هذه الاحتفائية للحفل الختامي لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقيمها مؤسسة أمل عدن لتنمية المجتمع، ما الأهمية المثلى مثل هذه الفعاليات يعني الاحتفاء هذا اليوم بالذات للشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نشكر مؤسسة أمل عدن لتنمية المجتمع واليوم أجينا لحضور هذا الاحتفال من أجل نخوض اللمحة ودعم مؤسسة الأمل من أجل الأطفال، ونشكرهم على قيام هذا الحفل، ومرة ثانية إن شاء الله نكون من المشاركين والداعمين لمؤسسة أمل عدن للتنمية المجتمع. نعم يعني يجب أن يتفاعل معها سواء كان الحكومي أو غير الحكومي. نعم. ضروري، هذه ضروري. نحن كشركة خاصة سنكون إن شاء الله من الداعمين لليوم العالمي للطفل، وندعم مؤسسة أمل عدن للتنمية المجتمع بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله. نشاطكم أنتم في الشركة أيضا ما هذا؟ نشاط مواد غذائية. الأنشطة زي مؤسسات كنا مع عدة مؤسسات نتعامل، والآن إن شاء الله سنكون مع مؤسسة أمل عدل للتنمية المجتمع من الأولين الداعمين. معنا أيضا ضمن هذه اللقاءات الميدانية معنا ولية أمر، تعرف عليه؟ أم سمية. نعم أم سمية، كيف شفت الفعالية أيضا أهمية مثل هذه الفعالية؟ صراحة هذه الفعاليات يعني مهمة للأطفال كذا عشان المجتمع يتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم، وصراحة الحفل يعني روعة من كل الجوانب كان. اهتمام شفتي كمان أيضا اهتمام للأطفال من خلال تبع رموز. لا مش رات حسنت يعني تحسنت بالنطق، يعني لسه انتيني في مؤسسة رموز تحسنت حتى النطق حتى الاندماج، أول كان عجبش يعني تسمع الأطفال وكذا، الآن أحسن يعني. أيوة الآن ثاني سنة له. أنتم كأولياء أمور ما الذي تطلبونه من الجهات الحكومية والغير حكومية؟ يعني اهتموهم أكثر. يعني توهم أكثر من كذا. نعم يهتموا بمثل هذه الشرائح، شريحة الصم والبكم وشريحة أيضا يعني كافة ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة. أيوه عشان لما يكبروا يكون لهم مستقبل. نعم. ما يكونوش ضايعين يعني. أيوة. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام لازمنا وياكم ومع هذه اللقاءات الميدانية معنا الأخ تعرف عليك المدير العام التنفيذي لمبادرة أنامي الخير الاسم. مياسر سلام. مياس أنتم أقمتم اليوم مع مؤسسة أمل عدن لتنمية المجتمع هذه الفعالية هذه الاحتفال الحفل الختامي وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، ما الأهمية المثلى لإقامة مثل هذه الفعاليات بالذات للشرائح المهمة في المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بالأول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نزلنا أول بالبداية نزلنا نحن نزول ميداني للمؤسسة هذه، من ثم بعدين درسنا معهم الأوضاع ومعرفتها كيف الأوضاع حقهم وكيف التعامل معهم كمعرفة المجتمع، بعد المجتمع المدني هذا صعب إنه يتعامل مع هذه الفئة، الفئة هذه منها يعني عدة متقسمة إلى حاجات، معك زراعة القعقاع، معك الصم، معك التوحد، يعني لما واحد من هذه الفئة يروح يتعامل مع واحد أصح يعني ما في حاجة صعوبة عشان يوصل له فكرته، نحن حبينا إنه نعمل هذه التقرير يعني النزول معاهم، ومن ثم فعلنا الحفل قلنا بسيط نعمله تكريما للمعلمات حاجة بسيطة ولو 1%.
وحبينا انه نشارك معهم الفرحه باليوم الطفل العالمي وان شاء الله. نعم بالفعل ان هذه الفعاليه هي تصادف يوم الاحتفاء عالميا بيوم الطفل العالمي، يعني على اعتبار ان من هذه المبادره مبادرتكم انتم انامل الخير الشبابيه تقومون بعمل خير حقيقه فعل الخير لمثل هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصه والاهتمام بهم هذه الشريحه، كذلك ايضا ما الذي يتطلبه من قبل الجهات الحكوميه وغير الحكوميه للاهتمام بهذه الشرائح؟ والله الاعتناء بهم شيء ضروري هذه الفئة، لأنهم بالذات مؤسسة رموز لما نزلنا عندها مؤسسة حكومية مهددة لأنها تخرج من المكان من قبل محور الأمي، يعني الأماكن يعني يقولهم كملنا فترة يقول لك بنخرجكم وإلى آخره، والمعلومات بتعطيكم الأستاذة إيمان يعني بأكثر هذا الشيء الاستطلاع عليها. على اعتبار انه الجهات الحكوميه يجب عليها الاهتمام بهذه الشريحه لرموز مؤسسه رموز، نعم لان هناك يعملون على تدريس هؤلاء هذه الشريحه. نعم انا جدا والله انه يعني لما دخلنا عندهم تلاقي المعلمات حتى رواتبهم حقيره، يعني تلاقيها ما تقارب 17 18 على ما استطلعت علينا المديره ايمان. يعني والله زي ما اقول لك نحن من جهتنا نحن نقوم باعمال انسانيه ومعانا اعمال انسانيه يعني لوجه يعني تطوعي كمبادره، نحن نستهدف عده اماكن، ننزل نزولات، نعمل نشاطات كلها للمجتمع يكون حاجه. نعم تخدم كلها جميعها تصب لصالح المجتمع وابناء المجتمع. ايوه نعم أنتم شباب واعد حقيقة بالخير والعطاء، هذه السواعد الخيرة من الشباب، هذه الطاقات الخلاقة حقيقة التي تبني الوطن بالفكر النير من قبل هؤلاء الشباب المستنيرين. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة والعافية لمبادرة أنامل الخير الشبابية. شكرا جزيلا لكم ومزيدا من العطاء ومزيدا أيضا من المشاريع التي تقومون بها في كافة أنحاء عدن. وأنتم غارق عدن ولا عدن فقط؟ عدن، وإن شاء الله يعني حبه حبه خارج عدن نوصل لها إن شاء الله، يعني ما يد واحده ما تصفقش، يعني كل ما توسعنا وكل ما حاجه إن شاء الله بننطلق، ما نشيش نوقف مكان معين إن شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام ما زلنا وياكم ومع اللقاءات الميدانيه، معنا المدير العام التنفيذي لمؤسسه امل عدن لتنميه المجتمع الاستاذ صالح بعزب. استاذ صالح، انتم تقيمون اليوم حفلا ختاميا، هذا الحفل لذوي الاحتياجات الخاصه، ايضا بتنفيذ المبادرات انامل الخير الشبابيه وبالتعاون مع مؤسسه رموز التنمويه للسمى وذوي الاحتياجات الخاصه، ما الاهميه المثلى التي تمثلها لهم اقامه هذا الحفل وايضا الاهتمام بهذه الشريحه بالذات لذوي الاحتياجات الخاصه؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول الاهتمام لنا بدعم هذه المبادره، مبادره انامل الخير، كان من اهدافنا. اولا كان معنا مناسبة يوم الطفل العالمي، استهدفنا الصم لذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة رموز. ثاني هدف كان معنا الشباب، انه من الاهداف حقنا تأهيل وبناء قدرات شبابية قادرة على تنفيذ مشاريعها بنفسها، يعني كعملية التمكين، كعملية التمكين، يعني فهذه الان اللي ما نمشي عليها في أكثر مبادرة ندعمها دعم مادي او دعم احتياجات، وخليهم هم ينفذوا، هم ينسقوا، نمكرهم علشان يعرفوا ايش معنى السوق بالعمل، هذه كنشاط تحفيز وتاهيل للشباب القائمين في اعمال المبادرات اللي في عدن حاصله، ان ايش كون دور المبادرات ضعيف، قدر الداعمين ضعيف، فقررنا احنا كمؤسسه محليه يمنيه غير حكوميه انه نستهدف في هذا المجال المبادرات ونخليهم هم ينفذوا العمل، ينفذوا المشاريع، اولا بتكسب يعني ايش ترفع الدعم النفسي اولا للشباب انهم قادرين على اثبات شيء هم كانوا قادرين بس ما يقدروش كيف يوصلوه، يعني ان شاء الله نكون حلقه وصل بين الشباب والمجتمع، انه الشباب عندهم افكار، عندهم يعني افكار جديده ومشاريع، بس يحتاجوا من يدعمهم من شيء، فاحنا وقفنا كمؤسسه داعمه، كمؤسسه داعمه لاي مبادره، وباب المؤسسه مفتوح لاي مبادره تقدم مشروعات تطرح دراستها، وان شاء الله نكون ندعمها بكل شيء. هذه يعني هذا الحفل الختامي لذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم يعني ما المطلوب من الجهات الحكومية وأيضا من الجهات غير الحكومية؟ والله من الجهات الحكومية أنهم يركزوا على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير وعلى الشباب بشكل أكبر، أن الشباب المبادرات الآن قائمة بأعمال في عدن، شباب طموحين
ناس قادرين يصلحوا حاجة، قادرين يثبتوا أن عنصر الشباب عنصر تغيير، عنصر تغيير بالشباب. إذا كانوا يدعموهم من قبل فات المجتمع في صحة وعافية. فنحن ركزنا على هذا الدور، لأن الشباب عندهم أفكار، عندهم مشاريع، ولدينا قد استقبلنا طلبات من عدة مبادرات. هذه قلت لكم هذه المبادرة الثانية، وإن شاء الله معنا المبادرة الثالثة والرابعة إن شاء الله في الأسبوع الواقي إن شاء الله. يعني المبادرة الآن استهدافنا العام المؤسسة للمبادرات، نقوم بمبادرات. يعني بدل ما أنت تنفذ ونجيب مشروع، نستفيد من المبادرات ونعطيهم ونمكنهم وخليهم يستفيدوا كداعمين. نعم، يكون أيضا العمل تكامل بشكل تكاملي بالأخير. بالأخير نحن نثبت إن إيش هذه رسالتي أنا كمدير تنفيذي، أني أثبت للعالم والمجتمع أن عنصر الشباب عنصر تغيير وقادر ينفذ كل شيء إن شاء الله. أمشي عليها أنا، أمشي على هذه الرسالة إن شاء الله. شباب الواعد، شباب الطموح، شباب النير، يعني بفكره المستنير، قادر على صنع المستحيل، قادر على صنع المستحيل وصنع أكثر وأكثر. لأن العنصر الشباب هي المرحلة القوية في البلاد بأي كان. شفت الدول المتطورة هم العناصر الشباب اللي قايمين فيها. لو كانت الدولة ركزت على الشباب إن شاء الله بتكون الدولة بخير ويكون مستقبل باهر للمجتمع. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للكل وشكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مجمل هذه اللقاءات الميدانية التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية في هذا اليوم الذي تم الاحتفاء به هذه الفعالية التي نظمتها برعاية مؤسسة أمل عدن لتنمية المجتمع، وكذا أيضا تنفذها مبادرة أنامي الخير الشبابية لحفل ختامي لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أيضا للصم والبكم، وأيضا بالتعاون مع مؤسسة رموز التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة. أجرينا هذه اللقاءات، تعرفنا على أهمية مثل هذه الفعاليات، كذا أيضا الاهتمام الفعلي والمهم لمثل هذه الشرائح التي لها أهمية، وأن أيضا يعملون على دمج هؤلاء الأطفال والاهتمام بهم، دمجهم في المدارس الحكومية بالذات، الاهتمام فيهم وأيضا النزول مثل هذه المدارس الحكومية، وكذا أيضا المراكز التي تعمل على تقديم كافة العناية والاهتمام لهؤلاء الأطفال. إذن مزيدا من تقديم الدعم وأيضا المساعدة لمثل هذه الشرائح للأطفال لما لهم من أهمية، فالأطفال هم صناع الغد إن شاء الله، وأيضا صناع المستقبل، هم من سيبنون بلادهم ووطنهم. في نهاية هذه اللقاءات نشكركم على حسن الصغي والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. حتى ذلكم الحين لكم تحايا طاقم العمل وفي أمان الله أستودعكم.